احنا صارنا 3 أيام متواصل يعني احتفينا فيه باستقبال يعني عدد كبير من المؤسسات اللي فرغوا المرأة لزيارة المتحف. نحن اليوم سعداء ونشكر بكل يعني صدق ومحبة واعتزاز وتقدير أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك اللي خلقت للمرأة يوم تحتفل فيه ويكون لها لحظة لمراجعة أدائها ومنجزاتها. يعني مجرد أنك تقول احتفال ليوم المرأة أنت تسأل لماذا، فهنا تسترجع إمكانيات المرأة وما قدمت وما تقدمه. ونسترجع كذلك، أنا من الناس اللي ليس لا أعيش دائما في الحاضر، ولكني أسترجع وبحب شديد للجيل اللي زرع الخير، جيل الشيخ زايد وجيل النساء في ذلك الزمن، لوضعوا بذور لنهضة مجتمعية غير مسبوقة في أي دولة. كانت جدا رائعة، عرضون لأهم دور المرأة في السابق وفي الحاضر، وذكرون لك كم من شخصية قيادية في الإمارات. طبعا المرأة في السابق كافحت لتحسين مستوى المعيشة في الإمارات رغم قساوة الظروف في المعيشة القديمة، وما زالت ما شاء الله المرأة الإماراتية تتقلد مناصب كبيرة الآن.